لا صوت يعلو على صوت رادس الاهلي والترجي ان شاء الله تعالى الساعه 10 بتوقيت القاهره. المباراه هيديرها طاقم تحكيم كيني وحكم الفار مصطفى غربال الجزائري، فبنتمنى لهم كل التوفيق. وزي ما قلت لكم في البدايه تم رفض تظلم الترجي، فبالتالي زي ما بيقولوا المباراه خلف الابواب المغلقه ما فيهاش حضور جماهيري، وده في حد ذاته ممكن يشيل من على الترجي عبء كبير. المؤتمر الاجتماع او الاجتماع الفني النهارده حضروا الكابتن سيد عبد الحفيظ والمهندس سمير عدلي والكابتن ماهر عبد العزيز والعميد علاء صلاح المنسق الامني، واتفق على انه الاهلي هيلعب باللون الاسود، الاهلي الطقم البديل اللون الاسود كاملا. ليه؟ لانه الترجي هيلعب بالفانيلا التقليديه بتاعته اللي هي احمر في اصفر زي ما بيقولوا الذهب والنار. ده فريق الترجي، فبالتالي الاهلي هيلعب بالطاقم الاسود كاملا، شورت وفانيلا وشراب. تم الاتفاق انه الفريق هيوصل ان شاء الله تعالى الملعب في رادس قبل ساعه ونص من بدايه المباراه، يعني المباراه الساعه 10 الفريق يوصل 8 ونص ان شاء الله تعالى. بسلامه الله كل الامنيات، يعني ده احنا قاعدين مستنيين متوترين مستنيين مكالمه صديقنا العزيز او اصدقائنا الاعزاء طاهر الخطيب. ان شاء الله تعالى الدكتور نبيل عبوش. طيب اللي اول ما يخلص الماتش، اول ما يرن التليفون واشوف اسم حد منهم تطمئن، اقول مبروك بشاير.